اثبتت الايام معايا ومع غيري اكيد 100% ان احنا ان الامارات نظام استقرار، امن، امان، كل حاجه منظمه، كل حاجه مترتبه، كل حاجه يعني في مكانها الصحيح. أول ما جيت الإمارات في 2008 جيت كموظف في شركة. اللي دار زايد لا تقرب حماها، لا تقرب منازلها إلا محب، زايد أسسها واليوثن وراها، داروا على الدانات 70 أبد. اللي دار زايد لا مع مرور الأيام ولما زدت خبرة أكتر من الأول، تمام؟ قلت مع نفسك ليه انا ليه ما افتحش الشركه؟ دسسها واليوتن وراها، داروا على الدانات 70 أبد، نحنا شعوب لها. سمعتك هي ان انت تشتغل كويس. ثانيا الاخلاق والاسلوب والتصرفات، ان انت بتكون صادق في شغلك. لو انت مش صادق في شغلك صدقني مش هشتغل. صاحب القرار الاول او الفضل ان هو ساعدنا على اللي انا خدته اسرتي، زوجتي وبناتي. ربنا يبارك في الشيوخ جميعا، الشيخ خليفه والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والشيخ سعود بن صخر، كل الناس دي ربنا يبارك فيهم. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجنا لآلئ الاتحاد، كما عودناكم دائما على استضافه شخصيات استطاعت النجاح في قطاع عملها، رحبوا معي اليوم من داخل اماره راس الخيمه بالمهندس السيد عوضين، اهلا وسهلا بك. اهلا بكم مرحبتين، اهلا وسهلا. في بدايه البرنامج دعنا نعرف الساده المشاهدين بمن هو السيد عوضين. اولا اهلا بكم في راس الخيمه، شرفتونا. شرفتوا مكتبنا وشركتنا الناشئه اللي طالعه بخطى ثابته ان شاء الله. اولا نشكركم على حضوركم عندنا، وان شاء الله يكون وقت كويس نشرح فيه كل اللي احنا عاوزين نقوله ونوصله للبرنامج وللناس ان شاء الله. يعني الحمد لله احنا بالنسبه لنشاتنا او بدايه الشغل، تمام، انا جيت الامارات سنة 2008، تمام. الحمد لله طبعا كان عندي فكرة ان الامارات كويسة، لكن لما جيت لقيت الامارات احسن. حتى عندنا في البيت اولادي يقول بابا انت ليه بتحب الامارات قوي كده؟ بقول لهم الامارات بحبها، دي حقيقة، تمام، مش مجاملة ولا عشان في برنامج وتصوير، لا، ده عشان الامارات اثبتت الايام معايا ومع غيري اكيد 100% ان احنا ان الامارات نظام استقرار، امن، امان، كل حاجه منظمه، كل حاجه مترتبه، كل حاجه يعني في مكانها الصحيح.
بالتالي اول ما جيت الامارات في 2008 جيت كموظف في شركه، اشتغلت في شركه 9 سنوات مع اولاد. قبل كده كنت في السعوديه، وقبل كده كنت في مصر، تمام؟ يعني بدايه شغلي من 1989، تمام؟ الشغل في مصر كويس كل حاجه، وفي السعوديه تمام تمام، بس لما جيت الامارات النظام غير، الاسلوب غير، التخطيط غير، حتى في الشوارع، في المباني، في الكازينوهات، في اي مكان، اي مكان كل حاجه منظمه، تمام؟ حتى في الحكومه لما اروح اقدم مصلحه خاصه لي او لصديق او لاي حد، قبل ما طبعا قبل ما اشتغل في البيزنس، تمام؟ كل حاجه الحمد لله متنظمه ومترتبه. بقى زاد ان احنا ارتبطنا بالامارات اكتر. اكتر في ايه؟ ان طبعا الواحد بيحب مكان كويس، ما بيحبش المكان اللي هو ايه في اي سلبيات. لا، دي في سلبيات، بس السلبيات لا تضاهي الايجابيات. الايجابيات ما شاء الله كل حاجه هنا ما شاء الله منظمه. المهم عشان يعني اقول لك بدايتي هنا، اشتغلت موظف برضه في المقاولات، تمام؟ المقاولات في اي مكان شغلها متعب، لكن هنا منظم. منظم ليه؟ لان في جو برنامج الشيخ زايد، البلديه، اي حاجه خاصه بالمقاولات، مصالحك بتتقضى بسرعه، تمام؟ ممكن في حاجات خفيفه بتعطل، بس دي لا تؤثر على العمل. لكن الحمد لله لما اشتغلنا كويس، وعملنا مشاريع كتير، اكتر مثلا من 50 مشروع في التسع سنين دولت، سواء مشاريع خاصه فيلل، سواء صيانه مباني، سواء مباني حكوميه، مباني اهالي، مدارس، مساجد تبع وزاره الاوقاف، تبع وزاره حاليا التوطين، تمام؟ كله الحمد لله الامور طيب. طبعا في البدايه طبعا انا شغال موظف والحمد لله، كل واحد في دوره وفي سيستم في الشغل ماشي كويس. مع مرور الايام ولما ازددت خبره اكتر من الاول، تمام، قلت مع نفسي ليه انا ليه ما افتح الشركه؟ تمام، الكفاءه، الخبره موجوده الحمد لله، تمام، ماديا هتيجي شويه بشويه، ابدا صغير وبعدين اكبر، تمام. الحمد لله لما خدت القرار الكل ساعدني، سواء هنا في اصحابي، اصدقائي، اهلي، تمام، ساعدني، بالرغم ان هيبقى في ضروب، لازم في ضروب ما بين الراتب الشهري وما بين ان تفتح مؤسسه او تفتح شركه، هتلاقي قدامك صعوبات كتير، اللي هي مثلا التمويل طبعا بيبقى شويه في صعوبه، ان انت تكون شركه، تجيب موظفين، تجيب مهندسين زياده، ازاي تفتح مجال الشغل، ازاي تعرف على الناس عشان تشتغل، سواء مواطنين، سواء شغل حكومي، يبقى لازم ده في يعني لازم في علاقات عامه رهيبه، وفي يعني طبعا في قبول من الناس، او لو ما فيش قبول ما فيش شغل. يعني اولا سمعتك هي ان انت تشتغل كويس اولا، ثانيا الاخلاق والاسلوب والتصرفات، ان انت بتكون صادق في شغلك. لو انت مش صادق في شغلك صدقني مش هيشتغل، تمام؟ لان اولا ممكن لو اتكلمت مع واحد وقلت له هعمل لك وما عملتش بكره مش هيجي لي، تمام؟ لان لو ما جاليش مش هشتغل. المهم الحمد لله بدات بمشروع واحد، فيلا ملحق، مش فيلا كمان، اشتغلت فيها كام شهر الحمد لله انجزناها وبتفوق. طبعا كل اللي بيمر على شغلي بيمر بس الشغل، ما شاء الله الشغل كويس، انت بدأ امتى؟ بدأ كذا، معاك عماله، معاك، طبعا كل الحاجات دي بتتحط قدامك، عمالتك المهنيه طبعا، الفنيه، نمره 2 اسلوب الشغل لازم يكون كويس، نمره 3 الصدق في المواعيد، ما يكونش عندك مثلا تشتغل انت انا عقدي مثلا ب8 شهور، والله انا 8 شهور خلاص مش قادر اكمل، او في مشكله، او عاوز فلوس. طبعا ده الكلام ده بيأثر بالسلب على الشغل. الحمد لله من اول مشروع الامور طيبه، اخذنا مدرسه هنا في راس الخيمه صيانه، المده بتاعتها 6 شهور، خلصنا في 4 شهور، تمام، والحمد لله واخدين شهادات، واخدين يعني ثناء من الجماعه اصحاب المدرسه اللي خاصه المدرسه مش حكوميه، والحمد لله خلصناها. بدأنا نشتغل في الفيلا، فيلا طبعا الكل اللي بيعرف يشوفه، او الهول السين بورد بيشوفه،
طالما ان هو شاف الورد ده وشاف ان العمل كويس تمام، بيضطر يجي لك بيقول لصاحبه بيقول لصديقه بيقول لتاني، بتلاقي العمليه بتزيد. الحمد لله بقول لك احنا بادئين في نهايه 2016 تمام. طبعا في فتره حوالي من 5 6 شهور كده اجراءات وتجهيز والكلام ده بياخد وقت، ولما خدت المشروع الاولاني برضه خد وقت. يعني اول سنه كانت ضايعه ما بين ترتيب ما بين التنظيم ما بين ان انت بتحط اسم لك في البلد او في المكان. الحمد لله مجرد لما خدنا المدرسه وخلصناها بقى في اسم. بعد كده جالي 4 مشاريع تانيين مره واحده، 4 مشاريع. المشاريع والصوره هتشوفوها ان شاء الله. يعني المشاريع يعني مثلا بادئ في فيلا من شهرين، النهارده السقف خلصان فيلا واتنين، الثالثه والرابعه بدأناها بعدها ولسه شغالين فيها، خلينا في القواعد المسلحه والكلام ده. القصد من الكلام ده كله ان احنا دايما اي واحد عاوز يشتغل، اي واحد عاوز يكون كويس، لازم يترك يعني يسيب او يترك سمعه كويسه او حسنه كويسه او عمل يعني ايه يخليه ان هو في الصوره كويس، عشان واحد تاني يشوفك، التالت يشوفك، الرابع يشوفك، بقى انت ليك اسم في السوق تشتغل. طيب الحمد لله الامور طيبه، الامور تمام وماشيين. قلت لك ستيب باي ستيب خلاص، بس وقت عندنا 4 ستيب خلاص اللي هم 4 فيلل يعني. نعم كلام جميل. استاذ السيد عوضين، ما هي ابرز التحديات والصعوبات التي واجهتك في خلال انشاء ابو الهول لمقاولات البناء؟ تحديات من نوع ماديه او اداريه او شو تحديات؟ ما هي اول حاجه ماديه. اولا التحدي الاولاني عندي كان القرار، ازاي اخد القرار ده، ازاي اترك وظيفه مستمره، وظيفه فيها دخل شهري والحمد لله كان كويس مكفيني ومكفي اسرتي، وازاي ان انا اسيب كل الكلام ده كله وارجع واروح مجال تاني اللي هو البيزنس، اللي هو عاوز منك كل شيء كل شيء. يعني عايز منك المجهود، عايز منك المال، عايز منك ان انت توازن ما بين بيتك وبين شغلك وبين الناس الاصحاب المعارف الاصدقاء العملاء كل الناس ديت، كانت دي كانت صعبه تمام. وازاي ان انت في لحظه تغفو او تصحى لنفسك لوحدك، ظهرك خالي. بمعنى ايه؟ ان انت كان عندك وظيفه والاخر الصبحيه الساعه 6 بروح شغلك، بترجع الساعه مثلا 5 المغرب، فجاه تلاقي نفسك انت المفروض تجري على شغلك والمفروض تتحرك على الكستمر اللي هيجي وتتحرك على الماتيريال اللي هتجيبه وتتحرك كل حاجه. شوف من الابره للسرير الاول تمام. والكلام ده عاوز مجهود، والكلام ومسؤول منك عماله، ناس ارواح ناس، ازاي تسكنها، ازاي تقعدها مكان كويس، ازاي توفر رواتبها الشهريه حتى لو ما بتشتغلش. انت طالما تعاقدت مع ناس سابوا اهلهم سابوا الدنيا كلها عشان يعيشوا، يبقى لازم ياخدوا رواتب حتى لو ما بتشتغلش. مضطر انت شوف انا بقول لك ايه، بقول لحضرتك ان احنا في الاول كنت موظف وباخد راتب وما شاء الله كويس، فجاه لقيت نفسك مسؤول عن 15 واحد تديهم رواتب، تديهم سكن وكهرباء وميه وكل مصاريف المعيشه تمام. صحيح. بالتالي لازم يبقى فيه لود على الواحد، قرار صعب. الحمد لله الامور طيبه. الحمد لله. اذا ما هي الخطط المستقبليه التي يضعها السيد عوضين لتطوير ابو الهول لمقاولات البناء؟ الخطط المستقبليه نمره واحد، اجيب مكتب كبير، يبقى عندي ستاف من المهندسين، يبقى عندي كادر كامل تمام. ليه؟ طبعا الكلام ده كله هيجي امتى؟ هيجي لما يكون عندي شغل. لازم انا يكون اسمي لو النهارده 70% لازم بعد شويه يكون 100%. ليه 100%؟ ان انا الكل هيقول روح للمهندس سيد، روح لابو الهول، ابو الهول شغله كويس، ابو الهول شغله منظم، ابو الهول شغله مفيش فيه سلبيات بالنسبه اللي هي عند اي حد تاني مهمل. ان احنا كشركه لازم تكون في الصف الاول. بمعنى ايه؟ الصف الاول طبعا دي مش هيجي بالسهل، هيجي بالترتيب ممكن سنه 2 3 ممكن خلاص. بس البشاير بتقول ايه؟ البشاير بتقول تبدا صح تستمر صح،
بمعنى برضو تاني ان انا زي ما قلت لحضرتك لازم اكون اسمي في السوق كويس. اسمي في السوق مش اسم السيد كويس ولا فلان كويس، لا، السيد كشركه، ان هو ايه في تعاملاته، في اسلوبه مع الناس، في اسلوبه مع عملته، تمام، في ان هو يكون عنده ربط بكل الاحداث، ان هو مثلا يكون عنده الـ القبول للمواطن او الراجل اللي هو الكستمر اللي هيشتغل معاك، تمام. لازم يكون شغله ده نابع ان هو لازم يكون كويس غصب عنه، لان لو ما شغلش ما بقاش كويس مش هيستمر في السوق. يبقى احنا بنقول التحديات او التحديات، تمام، اللي هي واجهتني في الاول ان انا عايز اعمل الكلام ده كله، تمام. زي ما قلت النهارده عملت بنسبة مثلا 70% مش 100%، لان ما ينفعش ابدا من اول سنه 100%، تمام. 70% دولت ممكن في وقت معين يوصلوا لفوق شويه وينزلوا تحت، ما يبقوش مره واحده برضه 70، لان ايه؟ طبعا لما كنت انا بادئ امكانياتي ضعيفه، تضعيفها ماديا وان انا بعمل كنترول على كل المواقع. بالتالي اذا انا لما انا استمر في شغلي واستمر في الجوده بتاع الشغل بنسبه معقوله، هلاقي نفسي الحمد لله ان شاء الله في المستقبل كويس. كلام جميل. اذا من هم الاشخاص الذين وقفوا الى جانبك وسندوك عند بدايه مشروعك الخاص؟ صاحب القرار الاول او الفضل ان هو ساعدني على اللي انا اخذته اسرتي، زوجتي وبناتي، تمام. ليه؟ لان هم او الجهه المعنيه الوحيده اللي هتستفيد او هتضر من القرار ده، تمام. لان انا لو اضريت هيعود عليهم في النهايه، تمام، كبدايه ونهايه. لو بقيت كويس برضه هيعود عليهم في البدايه والنهايه ان شاء الله يعني، تمام. وهم الاثنين دول الطرف ده الوحيد البدايه خالص اللي خدت رايه، قلت لهم يا جماعه انا عاوز اعمل كذا كذا، او الناس بتصور عليا تعمل كذا كذا، انت عندك الكفاءه وعندك القبول وعندك كل شيء، اعمل الكلام ده، تمام. وناس ساعدتني كتير ككلام مش فلوس او ماده يعني. المهم قالوا والله احنا عارفين عنك ان انت لما تاخد قرار بتحمل مسؤوليته، لما تاخد قرار يبقى انت عارف تبعاته في النهايه ايه، وبالتالي احنا واثقين في تفكيرك واستمر. طب الراتب هيروح والراتب اللي هو الشهري هيروح، وممكن يبقى فيه ضرب في المصاريف وضرب في المعيشه شويه لما نطلع فوق شويه شويه وتمشي. قالوا احنا معاك، لو احنا انت هتاكل احنا ناكل، اللي هتاكل منه ناكل منه، تمام، دي الطبيعه يا استاذ. يبقى بالتالي احنا هم الطرف الوحيد الاولاني الاساسي، ماشي، الاساسي اللي هو عامل لي كده، اللي ساعدني على كده. حتى لما قابلت صعوبات في اول مرحله وطبعا لسه مستمر الصعوبات، كنت ببقى متضايق مخنوق، عايز اخد قرار تاني بس مش ما اقدرش ارجع فيه خلاص. يقول لا احنا عارفين انها هتستمر، استمر. بناتي الاربعه والمدام، بالتالي هم الضلع الاساسي مش حد تاني، ان هم اللي قالوا لي استمر. ناهيك بقى عن اصدقائي او اخويا او المهندس محمد النختي، دول برضو ساعدوني، اشتغلوا وان شاء الله خير. الموضوع كله اساسه قلت لك الاسره، نمره اثنين اهلي اصدقائي، تمام، معارف لنا في راس الخيمه ساعدوني وقالوا احنا نقف معاك ونعرف بيك. يعني مثلا هنا مثلا من 2008 لحد دلوقتي موجود، اثناء ما كنت شغال موظف الحمد لله، عشان زي ما قلت لحضرتك ان انا بحب اكون الليدر في شغلي، في مكاني، مش في كل حاجه، في مكان اللي فيه اكون انا مسؤول فيه واخد فيه القرار. بالتالي الكل عرف عني ان انا ايه، ان انا صاحب كلمه او صاحب قرار، بقى الكل يساعدني في الحكايه دي، تمام. ولما عرفوا ان انا بدات في الشركه وان انا عامل مشروع ساعدوني باخلاص والله، يعني باخلاص وتفاني. جميل. اذا ما هي الرساله التي يوجهها المهندس السيد عوضين الى الشباب المقبلين على العمل داخل دوله الامارات العربيه المتحده؟ بالنسبه استاذنا للشباب اللي جايين اللي عندهم طموح ان هم يخشوا مجال العمل سواء مقاولات اي مجال عمل، لازم يكون صادق مع نفسه اولا، صادق مع نفسه ان هو يقدر يخش اي مجال ويستمر فيه. لو مش صادق مع نفسه مش هيستمر اول حاجه. نمره اثنين المهاره الخبره، تمام، حتى لو هو بقى لسه بادئ في حياته يستشير اللي حواليه اللي هم عملوا قبل كده، اللي هم استمروا، ان هم بداوا واشتغلوا وبداوا يبنوا ثمار تعبهم، تمام، يستشيرهم. لكن اهم حاجه زي ما قلت لحضرتك الصدق
في العمل، الصدق في القول، ان هو لو مش صادق في كلامه او في تعامله مش هيستمر. وبالتالي دي اول بند يكون موجود. ثانيا بقى ان هو يكون عنده المهاره وعنده الخبره وعنده ان هو يساعد، يكون عامل مساعد مش عامل هدم له واللي حواليه، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. كلام رائع، احييك على هذا الكلام. اذا ما هي الرساله التي نوجهها من تخرج من القلب فتصل الى القلب مباشره الى شيوخ وحكام دوله الامارات؟ تمام، زي ما قلت حضرتك انا جيت هنا 2008. كان خيالي ان الامارات، واللي سمعت عنهم ان هم ناس كويسين ومنظمين. لما جيت هنا وشفت على الطبيعه، والله ده ما مجامله ولا ان احنا بنصور واقول كلمتين حلوين ونوصل التلفزيون، لا انا بقول بتكلم بصدق. ان احنا لقيت هنا حتى في الشارع العام قبل ما نخش على الشيوخ ولا ده، لا الشارع العام بتلاقي كل واحد بيحافظ على البيئه، يعني كل واحد سواء مواطن سواء وافد بيحافظ على البيئه، سواء بالقرارات سواء بالقوانين سواء ان هو أنا يعني ما ينفعش انا اكون ماشي في الشارع والشارع نظيف ومعايا مثلا زيت بيبسي وارميها، ده مش مصيبه. ليه مصيبه؟ مش ان في غرامه ماليه ولا اي مشكله، لا المصيبه ان الاقي مكان نظيف واحط فيه اي حاجات من دي، تمام. لكن لو جينا على المستوى العام بقى والقياده والناس والشيوخ بلاقي كل يوم في حاجه جديده. من 2008 من نهار ما جيت هنا لحد ما وصلت النهارده 2019 كل حاجه جديده، وكل حاجه جديده بتفيد الوطن، بتفيد المكان، بتفيد الوافد قبل المواطن، تمام. ليه بقى؟ لان الوافد لما بيلاقي حاجه كويسه بيزداد تألق، بيزداد ان هو يحافظ على البلد على المكان، بيحافظ على في شغله. لما يعمل الشغل كويس بتلاقي طبعا بيعيد على نفسه وعلى الوطن او المكان اللي عايش فيه، تمام. طبعا الوافد شخص واحد هيأثر في مكانه مش أثر في كل المكان، لكن لما اكون انا وافد بأثر في مكاني وحضرتك وافد والتاني وافد هتلاقي كل المجتمع منظم. بالتالي حتى بلاقي المواطنين الاقيهم برضه بيخافوا على البلد، بيخافوا على المكان. يعني ايه بيخافوا على المكان؟ برضه مفيش اللي هي الاستهتار او يرمي كده ويودي كده، مفيش الكلام ده، سبحان الله، تمام. يبقى بالتالي لكن ما شاء الله ربنا يحفظ الشيوخ جميعا بلا استثناء، من اول الشيخ خليفه لحد اي اقل مسؤول في البلد، يعني ربنا يبارك فيهم ان شاء الله. وحقيقي يعني انا حتى لما جيت اعمل رخصه الشركه بمنتهى الامانه، انا كنت مفتخر بقى اقعد بقى شهرين ثلاثه وخمس شهور واجري على المصالح الحكوميه واروح هنا واجي، يعني ممكن الكلام ده يكون مكرر حد قاله لك قبل كده، بس دي حصلت معايا شخصيا ان الاقي كل حاجه مترتبه، كل حاجه. يعني مثلا اول مره قعدت اسبوع وانا بجدد من كام شهر، شهر 10 اللي فات، في نفس اليوم خلصت، يعني في نفس اليوم خلصت الرخصه تجديدها كامل كل حاجه. يعني حاجه غريبه، يعني ممكن في اي مكان تاني لا داعي لذكر الاسماء ممكن اقعد شهر واثنين وعشرة واقعد الف هنا ومكاتبات رسميه وبتاع، لان كل حاجه هنا بقت الحكومه الذكيه كله شغال ما شاء الله. لكن الحمد لله ربنا يبارك في الشيوخ جميعا، الشيخ خليفه والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والشيخ سعود بن صخر، كل الناس دي ربنا يبارك فيهم. وبعدين انا قابلت الشيخ سعود في المسجد هنا في المنصدر، منتهى الصراحه. في بعض الاماكن الدول مختلفه بلاقي ان لما يروح مثلا رئيس حاكم المدينه او المحافظ او بتاع بتلاقي نظام امني رهيب، ده حقيقي رهيب جدا. انا جيت بصلي الجمعه وانا قاعد في الصف لقيت الشيخ سعود جنب مني او كان قدامي، انا في الصف الاولاني، تمام. لا في حمايه ولا اتخذ شويه ولا ارجع ورا شويه، مفيش حاجه، مفيش الكلام ده. ليه؟ لان حتى برغم ده حقه، يعني ده حقه القانوني وحقه اللي هو لازم يعني يكون مثلا مقدر او بتاع، بلاقي مثلا لو في مكان تاني المسجد كله فاضي، تمام. لكن في المكان ده لقيت الشيخ سعود عادي جدا وراجل شخصيه كويسه وسلم على الناس والامور طبيعيه. يعني بقول لك بمنتهى الصراحه هنا العيشه في الامارات يعني حلم لاي حد يقعد فيه، والله ما هو مجامله لا للشيوخ ولا لاي حد ولا انني في المكان ده، تمام. لكن انا بقول ده ناس يعني حبوا بلده، واللي يحب مكانه بيحافظ عليه، واحنا برضه حابين المكان ده ونحافظ عليه، تمام. وربنا يبارك في الجميع ان شاء الله ويوفقنا يا رب ان شاء الله.
كلام جميل، وأنا بدوري أشكرك على استقبالك لي ولكادر العمل، وأرجو أن تسمح لكادر العمل بأخذ جولة تصويرية داخل مؤسسة أبو الهول للمقاولات البناء، وأخذ تصوير أبرز المشاريع التي قمتم بها. شكرا لك. تسلم الله عليك، جزاكم الله خير وشرفتونا، وحقيقي يوم من الأيام الجميلة إن احنا شفنا حضراتكم وشرفتونا، وإن شاء الله إلى لقاء آخر لما نكبر ونكون في توسع كبير ونربي إن شاء الله. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، لقد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم.